I'm gonna have that.
لما تشد
الجليكوسايرايد هي طالعه من الجليكويد كارتج للثايرويد كارتج بتشيل الثايرويد كارتج. فهي كمان وهي بتشيل لان الفوكال كورد ماسك في الثايرويد كارتج بيحصل استريتش للكورد. يبقى الطريقه اللي هي بتشيل في الكورد هي طريقه انتايم. عندنا بقى عضله ثانيه اللي لسه حابب قايل لكم عليها، عضله اسمها ثايرو الارجينويد. العضله اللي موجوده عندنا هنا دي اسمها ثايرو الارجينويد، من الارجينويد للثايرويد. لو قربت يعني العضله دي لو عملت كونتراكشن ادي الارجينويد والثايرويد سكشن، لو عملت كونتراكشن تعمل ريلاكسيشن للكور. يبقى باختصار عضله بتعمل ستريتش للكور وعضله بتعمل ريلاكسيشن للكور. العضله اللي بتعمل ستريتش للكور اسمها كريكو ثايرويد، بين الكريكويد والثايرويد اسمها كريكو ثايرويد. العكس بقى لو انا قربت الاريتينويد من الثايرويد كارتج ودي عضله بطلق عليها كلمه ثايرو اريتينويد، لو قدرت اقربهم مع بعضهم اعمل ريلاكسيشن في الكور. في عضله وهي جزء من الثايرو اريتينويد، ادي العضله اللي اسمها ثايرو اريتينويد. عضله اللي لونها اخضر دي اسمها فوكاليس ماسل. فوكاليس ماسل ده جزء من الثايرو اريتينويد وجاي تمسك في الفوكال كورد. الفوكاليس ماسل لو اشتغل هتعمل ايه؟ هتروح شاده في هذا الاتجاه، يبقى بتعمل ريلاكسيشن للبوستيريور بارت بتاع الكورد، بس بتعمل ستريتش للانتيريور بارت. يعني نفس العضله دي هي هي وهي بتشتغل الفوكاليس اللي هي جزء من الثايرو اريتينويد، لو شدت يبقى اكيد بتعمل ريلاكسيشن للكورد. العضله بتنكمش يبقى الكورد من ورا يحصل له ريلاكسيشن لكن من قدام يحصل له ستريتش. يبقى الفوكاليس ماسل البوستيريور بارت بتاعها يعمل ريلاكسيشن للكورد لكن الانتيريور بارت بتاعها يعمل ستريتش للكورد. عضله غريبه جدا يعني. يبقى الفوكاليس انا اعتقد العباره بتاعت الكتاب مش حلوه قوي، هي مكتوبه صح بس هي لازم تتفهم كده يا شباب. البوستيريور بارت بتاع الكورد بيحصل له ريلاكسيشن للفوكاليس بس الانتيريور بارت بيحصل له ستريتش. يبقى المحصله النهائيه عضله ونص بتعمل ستريتش للكورد، عضله ونص بتعمل ريلاكسيشن للكورد. العضله ونص اللي بتعمل ستريتش للكورد الكريكو ثايرويد والفوكاليس بتعمل ستريتش للانتيريور بارت اوف ذا كورد. عضله ونص بتعمل ريلاكسيشن للكورد الثايرو اراتينويد والفوكاليس لو اشتغل بتعمل ريلاكسيشن للبوستيريور بارت اوف ذا كورد. نعم. هو الصوت بيبنى ازاي؟ الصوت في حقيقته هو عباره عن استغلال الاكسبيريشن، يعني نوع من انواع الايكونومي، يعني اقتصاد. هوا طاير لو الفوكال كورد كانوا معاه مع بعضيهم كان كل كلام يبقى عامل ازاي؟ صفافير. Thank you.
الارنجمنت ده بيقول ان احنا عندنا العضلات
صرف الأرض أو تبريد الجنرال. الغريب إن الفكرة الستورية اتعكست فيها خالص. الأوتر هو السيركلر والإنر هو اللونجيتيونال. يبقى الجي تي إنر سيركلر أوتر لونجيتيونال الفكرة بالعكس خالص. الأوتر هما السيركلر وأطلقوا عليهم كلمة كونستريكتور ماسلز أوف ذا فكرة. يبقى العضلات اللي هي السيركلر اللي موجودة عندي أطلق عليها كلمة كونستريكتور ماسلز أوف ذا فكرة. superior constrictor والثانية اسمها middle constrictor والثالثة اسمها inferior constrictor. وعندي ثلاث عضلات طويلة بس داخليين طبعا انا عارف انا اشوفهم راح هو الكسر يعني كسر اهو وادي المانجل هو مكسور ولقيت فيه عندي ثلاث عضلات والثلاث عضلات ماسكين في ال posterior border بتاع اللامينا بتاع الثيرويد كارتج الثيرويد كارتج اللي احنا كنا بناخده وادي ال posterior border Thank you.
ستانفورد في كل الكتب في الدنيا بيقسموها لجزئين. جزء اطلق عليه الفايرو فارنجيس والجزء الثاني اسمه كريكو فارنجيس. والتقسيمه دي مهمه، يعني حاجه مهمه ان احنا نعرفها، مش حاجه سوبرفيشال كده وخلاص. يعني ما اعرفش اقول انا هطلع من الفايرو كريكو فارنجيس وخلاص، لان كل جزء ليه اكشن مختلف عن الثاني خالص. يبقى عندنا باختصار بقى عندي السوبيرو كونستركتور والميدل كونستركتور والانفيرو كونستركتور. السوبيرو كونستركتور تبع الكريجويد هانيولاس، تبع الاستيريور اند اوف مايلو هايد لاين، طلع التيرمومنديلا هاتي. الميدل كونستركتور طلع من الستايرو هايد لاين من الليسر هون والجريتر هون بتاع التيرمومنديلا. الانفيرو كونستركتور مكونه من تو بارتس، بارت طالع من اوبليك لاين اوف ثايرويد كارتج اسمه ثايرو فارنجيس، والبارت الثاني كان طالع من السايد بتاع الكريكوي كارتج واطلقت عليه من الكريكو فارنجيس. من الاورجن بقى العضلات كلها منطلقه للخلف، ولك ان تتخيل ان عندي عضلات يمين وزي الشمال كلهم للقلب للخلف، يعني كلهم هيجوا يقابلوا بعضيهم، ولو العضلات تقابل بعضيها يبقى اسمها ايه؟ رخم، يبقى هيعملوا رخم، يبقى الانسكشن بتاعهم كلهم بينطلقوا للخلف، بهنا الحته دي على الجنب، يبقى يدي حدين، ادي الاورجن بتاعت العضلات، ادي السوبيرو، وادي الميدل، وادي الانفيرو، كلهم بينطلقوا للخلف، بيتداخلوا مع بعضيهم فبيعملوا لي رخم. الرخم ده بطلع عليه كلمه فارنجيال رخم. يبقى الانسرشن بتاع كل العضلات انا شايل العضلات عشان اشوف باقي فرنجيه باقي. الفرنجيه باقي باختصار لازم فوق في البازل بارت بتاع الاوكسيبتال بون حته جيوبيتال كده قدام الفرج المجمع اسمه فرنجيه جيوبيتال، ومن تحت ماسك في السنترال بيندو بتاع الاوسوفيكاس. باختصار شديد جدا يبقى هنا يبقى ده بطل عليه كلمه ايه؟ فرنجيه باقي. يبقى الانسرشن بتاع كل العضلات الفرنجيه باقي ما عدا الكريكو فارنجيس. يبقى العضلات كلها رايحه وماسكه كتله الفارنجيه دي. الكريكو فارنجيس دي كل شويه هنستدرك ان هي مختلفه عن كل العضلات. الكريكو فارنجيس يمين وشمال كامله مع بعضيها، يعني يمين وشمال مش متداخله عامله حلقه. يعني عايز اقول ان الكريكو فارنجيس يمين وشمال كونتينيوس معصر. يبقى الكريكو فارنجيس اول مخالفه ليها. احنا عايزين نفهم العضله دي اصل هي فعلا مهمه خالص، والاكشن بتاعها انت مش ماشي معاها. يبقى كل العضلات بتتجه للخلف ماسكه باقي بطل على كلمه فرنجيه ما عدا الكريكو فرنجيس. العضله اليمين والشمال كونتينيوس مع بعضيهم عاملين تقريبا زي ما يكون كونتينيوس تقريبا. النيرف سبلاي كل العضلات بتاعت الفاكس بتاخد من بلكسس كان موجود على الميدل كونستريكتور بطل على كلمه فرنجيه. ولو هنتذكر البلكسس دي كان ليها جزء سنسوري بين العصب رقم 9، وده مش البوينت بتاعي احنا بنتكلم عن العضلات، لكن ليها بوردر وده جاي من العصب رقم 10، يبقى ذيس از اور بوينت. وده جزء سنسوري كان في السوبر سيرفايت او سنسوري كان. يبقى النيرف سبلاي من الفرنجيه بلكسس، والفرنجيه بلكسس البوردر بتاعها جاي من العصب رقم 10. بس نرجع لاصل المعلومه اللي انا قلتها مرارا وتكرارا، الفرنجيه بتاع 10 اصل الفرنجيه بتاع 11. يعني لو واحد قال كرينيال اكسسوري ذيس از اوكي، ولو واحد قال بيلس برضه ذيس از اوكي، ولو واحد قال فرنجيه بلكسس برضه ذيس از اوكي. يبقى عندنا النيرف سبلاي بتاع الفرنجيه بلكسس اللي جاي من 10 ماشي، جاي من كرينيال اكسسوري بتاع 11 ماشي، وقلنا نفس الكلام ده واحنا بنقول على البلد معاه، لان الفرنجيه بلكسس سبلاي للبلد والفاكس ما عدا واحد. انما عندنا هنا يا شباب في حاجه بقى مهمه، هتلاقي المعتاد ابتدى الخلاف فيها هي الكريكو فارنجيس مصر. هي بتعمل صح من الفارنجيال بلاكس، بس الغريب يا شباب فيها انها بتاخد اديشنال نيرف سبلاي من الريفرال ومن الاكسترنال الرجال يعني. يعني حاجه في حاجه غريبه في الكريكو فارنجيس دي، اشمعنى يعني بقت مخافه كل حاجه؟ اولا اكون كنت ليها شغل. النيرف سبلاي بتاعها ليها اديشنال نيرف سبلاي من الريفرال والاكسترنال الرجال، لان العضله دي شباب حتى في الفوازير، يعني لو جالنا قال لك في الفزوره كام؟ هو معده الواحد ممكن تتملي هواء؟ ممكن؟ يعني
الدنيا مفتوحه. ايه الكويكو فارنجيز؟ الكويكو فارنجيز دي شغال حاره دايما مقفوله. مقفوله دايما، الكونتراكشن بتاع الكوانت ريسبونس دايما مقفول. وما بتفتحش الا في وان اوبشن واحد بس لو انا هبقى. يعني لو جيت اطلع هي بتطلع. الاكل عادي انت على طول مقفول يا شباب. الكويكو فارنجيز دي اهم سبيكتر موجود عندي من فوق يا شباب. دي زي لما يجوا يعملوا عندنا مناظير، احنا لك يعملوا منظار Bye.
بصوا فرنجيه. يبقى الجاي الاولانيه كان بيعدي عمليه الاستيك اند شوب العضلتين اللي ماسكين فيها اللي بطلع عليهم التنسر باراداين والليتر باراداين. الجاي الثانيه بيعدي عمليه الستايلو فرنجيه فاصل والبصوا فرنجيه قدام. الجاي الثالث والرابع نيرفو ارتري نيرفو ارتري او نيرفو فيسس ونيرفو فيسس. Thank you.